قد يسبق العالم زمنه وحقبات، وتعاد اكتشاف اختراعات وأيضا سماته العلمية. هذا ما حدث فبعد 120 عاما اكتشف خبراء السيارات الكهربائية فعالية بطارية توماس أديسون، حيث تعتبر الطاقة المولدة من البطارية التي اكتشفها أو التي اخترعها اكتشاف مذهل بفضل تقنية النانو تكنولوجي، فهي تدوم لأكثر من 40 عاما، وقد تلعب دورا كبيرا في استبدال الوقود من خلال تسريع انتقال للسيارات الكهربائية صديقة البيئة. نتعرف مشاهدينا معكم أكثر من خلال التقرير التالي. في وست أورانج بنيوجيرسي وفي إحدى طرقاتها الوعرة التفت المشاة إلى سيارة كهربائية، فوجئ بعضهم بالمقصورة الداخلية الواسعة لها. لقد تحركت بسرعة بلغت ضعف سرعة المركبات التقليدية، مما أثر غبارا دغدغ أنف الخيول التي تجر العربات بثبات على طول الشارع. وكان سائق هذه السيارة هو توماس إديسون، مخترع السيارات الكهربائية. لقد قال حينها إن بطارية النيكل والحديد كانت مرنة بشكل لا يصدق، ويمكن شحنها مرتين، وهي أفضل من الوقود الأحفوري، حتى أنه أبرم صفقة مع شركة فورد موتورز لإنتاج هذه البطارية الأكثر كفاءة على حد تعبيره للاستخدام في السيارات الكهربائية. بعد أكثر من قرن من الزمان، اكتشف مهندسون في جامعة دلفت للتكنولوجيا في هولندا أن بطارية النيكل والحديد شبيهة بالماس الخام. فالبطارية القديمة المصنوعة من النيكل والحديد التي ابتكرها توماس إديسون أخذت فجأة حياة جديدة بفضل تقنيات النانو، إذ يمكن إعادة شحنها في غضون دقيقتين ونصف، ويمكن تفريغها في أقل من 30 ثانية، مما سيحدث ثورة كبيرة في صناعة السيارات الكهربائية في المستقبل.